من جانبه ثمن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة سعي الوزارة المستمر لمنح رواد الأعمال والمشاريع المبتدئة الفرصة للنمو والتوسع في نطاق عملها، والتي تعكس حرص الحكومة الموقرة على تطوير بيئة الأعمال والعمل وفق الأطر القانونية من دون الإخلاء بمسؤولياتها الرقابية. أحب أن أتوجه إلى سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بجزيل الشكر والامتنان على ما وجه سموه به في جلسة مجلس الوزراء صباح هذا اليوم بخصوص هذا الموضوع. كما أود أن أبين بأن قرار وزارة التجارة الصادر في شهر يناير الماضي بهذا الخصوص ورد فيه هو السماح بالتسجيل في برنامج سجلي وليس الإلزام، ولكن كان مبادرة من وزارة التجارة لفتح المجال لهذه الأعمال والمبادرات أن تنتقل من عمل منزلي إلى نشاط تجاري ومن ثم إلى مؤسسة صغيرة متوسطة وأكبر بحول الله. وعلى هالأساس احنا فتحنا مجال جديد لمن يرغب أن ينتقل في هذا المجال بحيث يعامل ككيان تجاري ويحصل على المزايا بما فيها تمكين دعم تمكين أو تمويل من المؤسسات المصرفية والدخول في المناقصات، أو إذا اختار أنه يبقى كعمل منزلي أنه يكون تحت إشراف وإدارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. القصد هو أن احنا نعطي مجالين أو مسارين متاحين للجمهور وهم يختارون المسار الأنسب، أن احنا نقوم بعملية تنظيمية للسوق، لأن احنا من واجبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضا وهو عمل جوهري نقوم به كل يوم هو حماية المستهلك والحفاظ على نزاهة المعاملات التجارية في مملكة البحرين. فمن هذا المنطلق تم وضع الخيارين ونترك المجال مفتوح للعموم لاختيار المجال الأنسب سواء بالانضمام إلى برنامج سجلي تحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو الانضمام إلى برنامج خطوة في وزارة العمل، ولكن ما نهيب به أن في كلا الحالتين يجب أنهم ينضمون لأحد البرنامجين عشان يكونون لهم مصداقية وأن يشيرون دائما في إعلاناتهم أو في مخاطباتهم أو في ترويجهم إلى أما رقم السجل التجاري إن كانوا من ضمن برنامج سجلي أو رقم ترخيص خطوة إن كانوا من برنامج خطوة. فأعتقد الحل اللي اليوم أو الاقتراح اللي قدم اليوم من قبل وزارة الصناعة والتجارة ولاقى دعم مساندة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حل يتيح الفرص والخيارات أمام المواطنين. أما فيما يخص التجارة الإلكترونية أيضا القرار لم يكن ملزم، كان يسمح بأن تسجل في المواقع الإلكترونية سواء عن طريق سوق أو عن طريق صفحة إلكترونية، بحيث أن أنت إذا حبيت تدخل في مجال ما يعرف بالتجارة الإلكترونية أو الإي كوميرس أن أنت تكون مسجل في سجلي تحت هذا النشاط ويتيح لك استخدام هذه الأدوات الترويجية. أما إذا كنت ترغب في البيع عن طريق التواصل الاجتماعي فالقرار لم يشمل التواصل الاجتماعي ولم يتطرق إليه بتاتا، فقط اختصر على موضوع الإنترنت في صفحات الإلكترونية وأسواق الماركت بليس أو سوق العمل.